السلام عليكم. هل حان وقت الجد وسارت أمريكا على طريق عقوبات على إيران لا عودة فيها؟ ربما وبنسبة كبيرة كما يقول مراقبون متحمسون لهذه العقوبات، لكن مهلا. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أرعد وأزبد ووعد وتوعد الإيرانيين استثنى 8 دول من العقوبات المفروضة على من يشتري النفط الإيراني، على رأسها الصين والهند. وهذه الدول الثماني تشتري ما نسبته 75% من مجموع الصادرات النفطية الإيرانية حسب تقرير أوردته وكالة رويترز. فما قيمة هذه العقوبات إذن؟ وأي أثر ستتركه على نظام إيراني متمسك بمصالحه ويحظى بدعم أوروبي؟ بل ماذا تريد واشنطن أصلا من طهران؟ هل هو إعادة الاتفاق معها بشأن البرنامج النووي، أم كف يد الإيرانيين عن التدخل في دول المنطقة، أم أن هناك أهدافا سكتت عنها ألسنة المسؤولين الأمريكيين؟ هنا تبدأ لغة الاحتمالات التي ستحاول حلقة اليوم من برنامج حديث العرب الإجابة عنها. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء المتجدد. حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية ضد إيران تدخل حيز التنفيذ، ومعها يتصاعد الجدل بشأن مدى تأثيرها الاقتصادي والسياسي على النظام الإيراني، لا سيما بعد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها بالعقوبات الأقسى في التاريخ. فالعقوبات الجديدة ورغم ما سبقها ورافقها من تسويق إعلامي أمريكي، تبدو في نظر البعض مولوداً أمريكياً مشوهاً، ربما يعجز عن البقاء طويلاً، ناهيك عن قدرته على فرض سلوك سياسي جديد على طهران. فإدارة ترامب عجزت عن فرض التزام دولي كامل بتلك العقوبات، ولجأت إلى إعفاء 8 دول من ذلك الالتزام. إعفاء بدا نجاحاً إيرانياً مبكراً في إحداث شرخ في جدار العقوبات. في المقابل، فإن ثمة من يرى في ذلك الإعفاء مرونة أمريكية في التعاطي مع الملف الإيراني في ظل أنباء عن لقاءات تجري بين الطرفين في مسقط بوساطة عمانية، وفي ظل تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعرب فيها عن أمله في التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران. أما عن تأثير العقوبات بوضعها الحالي بعد إعفاء الدول الثمان، فإن الاقتصاد الإيراني لا يبدو مستعداً حتى لهذا القدر منها. فانهيار سعر العملة المحلية مقابل الدولار وما صاحبه من ارتفاع غير مسبوق للأسعار وارتفاع معدلات البطالة بين الإيرانيين، كل ذلك من شأنه أن يفاقم الأوضاع السياسية والاجتماعية المتأزمة أصلاً في الداخل الإيراني، ويحدث قلاقل داخلية ربما تؤسس لتغيير أعمق في سلوك النظام تحت وقع التوتر الاجتماعي والمطالب الشعبية، الأمر الذي ربما يدفع طهران إلى الجلوس مجدداً إلى طاولة التفاوض مع واشنطن والحديث عن اتفاق نووي جديد. ربما يحصل هذا، لكن ليس في وقت قصير، هكذا على الأقل يرى كثير من المتابعين للشأن الإيراني. أرحب بضيوف الحلقة. معي في الاستوديو محمد عبد المجيد، الباحث في مركز الدراسات الإيرانية، ومن اسطنبول حسين السبعاوي المحلل السياسي، ومن لندن عبر سكايب محمد المذحجي الباحث في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ بالأقربين الذين هم دائما أولى بالمعروف. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أسباب كثيرة عرضها المسؤولون الأمريكيون تقف وراء فرض هذه العقوبات، لكن أريد أن أسألك، إذا ما كان كل ما يذكر على وسائل الإعلام هو يختصر كل الأسباب، أن ثمة أسبابا مسكوت عنها لم تذكر دفعت الأمريكيين إلى فرض هذه العقوبات الشديدة وغير المسبوقة تاريخيا كما قال ترامب؟ بداية مساء الخير، وأرحب بكم وبضيوف الكرام وبالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. في البداية، لو استعرضنا ما جرى خلال السنتين الماضيتين من مرحلة حكم ترامب، نجد أن الإدارة الأمريكية خرجت من العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولم يشمل هذا الانسحاب من الاتفاقيات الدولية أعداء أمريكا ومنافسيها التقليديين كالصين وروسيا، حيث انسحبت
أمريكا مؤخراً من معاهدة الصواريخ مع روسيا، بل شمل ذلك حلفاء أمريكا الاستراتيجيين كألمانيا وفرنسا وكندا، حيث نعلم أن الإدارة الأمريكية انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، كما هددت بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع كندا وفرنسا. ويعتقد بعض الخبراء أن السياسة الأمريكية الجديدة لا علاقة لها بقرارات ترامب الشخصية، بل ترتبط بالسياسة بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة للنظام العالمي الجديد في القرن 21، والتي تسعى إلى فرض سيطرة أمريكا من جديد على العالم. والعودة للاتفاق النووي الإيراني، حين عارض الرئيس دونالد ترامب الاتفاق النووي منذ حملته الانتخابية، كان يؤكد على أسباب تقنية تتعلق بهذا الاتفاق، وعلى رأسها إمكانية حصول إيران على السلاح النووي بعد مضي مدة هذا الاتفاق. لكن عند خروج ترامب من هذا الاتفاق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي عن شروط وذكر 12 شرطاً للعودة للاتفاق النووي. في الحقيقة يعتقد بعض المحللين أنه آن الأوان من وجهة نظر أمريكا بالطبع، آن الأوان لأن تصبح إيران دولة عادية وأن تكف. ماذا يعني دولة عادية؟ دولة عادية مثلها مثل بقية دول المنطقة، دولة غير يعني ليست دولة ثورية. الآن هناك إيران، على الرغم من مضي 40 سنة على انتصار الثورة الإيرانية، ما زالت تحمل هذا النفس الثوري وتتحدث بلسان ثوري، وتعتقد الإدارة الأمريكية أنه آن الأوان لتكف إيران عن هذا النفس الثوري وتتحول إلى دولة عادية، وتكف عن نبرة العداء لأمريكا، أيضا على أن إلى أي درجة تؤثر هذه نبرة العداء لأمريكا، إلى أي درجة تؤثر في الأمريكيين؟ يعني نحن نعلم عندما أعلن عن الاتفاق النووي سقطت عبارة وأزيلت عبارات العداء من شوارع طهران باتجاه أمريكا، يعني ولم يعد هذه النبرة تظهر كثيرا. يعني أمريكا تدرك أن هذه المسألة مسألة شكلية ليست ذات أهمية بالنسبة لدولة كبرى مثل أمريكا. ما الذي يؤذي أمريكا من هذه النبرة؟ طبعا يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يقبل بهذه النبرة. الرئيس الأمريكي يعني يأتي من منطلق استعلائي مع الجميع بما فيهم أقرب الحلفاء إليه. يعني رأينا أنه يعني حصل على مليارات كثيرة من السعودية واستفاد منها كثيرا، لكنه ما يبرح على التأكيد أنه لولا الدعم الأمريكي لن تصمد السعودية يعني لمدة أسبوع. الرئيس الأمريكي لا يتحمل لهجة العداء لإيران، وهذه يعني كما ذكرت يعني ليست سياسة خاصة بترامب. السياسة الأمريكية الجديدة تقتضي فرض الطاعة على مختلف دول العالم، وبعض المحللين يرون أن هذا الأمر يتعلق بالترتيبات لما يسمى بصفقة القرن. طيب دعني أتحول إلى لندن. محمد، يعني كما سمعت معي في الاستوديو محمد عبد المجيد، قال بأن اللهجة أو الروح أو النفس الاستعلائي لدى دونالد ترامب أو الإدارة الأمريكية الحالية هي من يقف وراء فرض هذه العقوبات. أريد أن أغوص معك أكثر في قضية الأسباب التي أدت إلى هذه العقوبات. هل هي فقط النفس الاستعلائي لدى هذه الإدارة، أم أن ثمة مصالح أمريكية عميقة دفعت الأمريكيين إلى فرض هذه العقوبات، أم ثمة جهات صهيونية هي التي تريد إفساد العلاقة أو يعني خلق توتر كبير بين الإيرانيين والأمريكيين؟ في البداية تحياتي لحضرتك وأيضا الضيفين الكريمين والسادة المشاهدين الأعزاء. أهلا وسهلا. أنا أبدأ من النقطة الأخيرة، وهي أن الصهيونية والمشروع الإيراني هما متكاملان أو مكملان لبعضهما البعض في المنطقة وفي النظام الدولي، وكلاهما جزء من معسكر العولمة في العالم الذي يرمي باتجاه سيطرة الشركات الكبرى على العالم بدلا من الدول. ولهذا السبب نرى أن إيران وإسرائيل
تتفقان حول هذه النقطة، تدمير الجوار، إضعاف الجوار، ما يمهد ذلك الإضعاف لسيطرة الشركات على العالم. بالمقابل لوبي ترامب، اللوبي الذي الآن يمثله ترامب وليس فقط ترامب كشخص أو كحزب معين، هذا اللوبي يرى أن الحل هو في الاعتماد على الدول، ويحاولون فرض سيطرتهم على العالم من خلال الدول، ما شاهدناه خلال فترة بعد الحرب العالمية الثانية. وكانت الولايات المتحدة لديها اليد العليا في إدارة العالم والنظام الدولي والنظام المالي. الولايات المتحدة، أو بالأحرى خلنا نصف بأدق التوصيف، نادي بيلدربيرغ أو نادي العولمة حاول إنشاء فراغا في منطقة الشرق الأوسط، وهذا الفراغ صب في مصلحة روسيا والصين، أي المنافسين الشرقيين للقوى العظمى الغربية. والآن هذه جماعة ترى أن هذا الأسلوب أدى إلى تقلص حوزة نفوذ أو حوزات نفوذ الأمريكان تحديدا، وحتى هناك جهات أوروبية تدعم هذه وجهة النظر في أوروبا أيضا. وإيران تعرف بديناميتها الداخلية وأيضا في سياستها الخارجية أنها مع نادي بيلدربيرغ بزعامة ألمانيا. والآن نرى أن ألمانيا هي الداعم الأكبر في النظام الدولي للاتفاق النووي مع إيران، والنظام أصلا النظام الإيراني الجمهورية الإسلامية طبعا بين القوسين دعمها الأكبر، أوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص وبريطانيا طبعا. فهذا الصراع الذي الآن نشهده ما بين القوى العظمى انعكس على الساحة الإيرانية سلبا. وخلال 40 عام الماضية إيران كانت ساحة توافق ما بين هذه القوى، وبعد مجيء ترامب أصبحت ساحة صراع ما بين القوى العظمى. وهذا الصراع الآن نراه انعكس حتى على البيت الداخلي الإيراني، هناك جهات مثل روحاني تقول يجب الجلوس مع ترامب والتوافق معه وللحفاظ على النظام، لكن خامنئي والحرس الثوري يقولون بأن ترامب يريد القضاء على الجمهورية الإسلامية، وطبعا هذا كلام صحيح، ترامب يخطط لإسقاط النظام الإيراني من خلال القوى الناعمة، وإن لم يستطع من خلال القوى الناعمة يعني سيطيح بهذا النظام. محمد، من خلال محمد لو أذنت لي أن نؤجل الحديث عن غايات هذا العقوبات، هذه العقوبات، لكن قبل الحديث عن ذلك يعني ثمة متحول هنا مهم، وهو حرب التصريحات التي اشتعلت بين الجهتين الإيرانية والأمريكية بعد سريان هذه العقوبات. هنا أريد أن أسأل في إسطنبول حسين السبعاوي، بعد سريان هذه العقوبات اشتعلت حرب التصليحات، قال الرئيس حسن روحاني، الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن هذه العقوبات هي حرب اقتصادية تستهدف الشعب الإيراني، بينما قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إن الشعب الإيراني ضاق ذرعا بنظام الملالي الإيرانيين، وأن هؤلاء الملالي هم من يقودون الإيرانيين إلى هذه النتيجة وهذه الحالة. ما دلالة استعارة يعني هذه الحرب المشتعلة بين الطرفين بالتصريحات حول وتمحورها حول الشعب الإيراني؟ هل يمكن أن تقرأ في دلالة هذه المسألة؟ أنا أعتقد أن العقوبات الأمريكية على الإيرانيين على إيران هي تستهدف الشعب أكثر ما تستهدف النظام، وهذا تصريح المسؤولين الأمريكان أنهم لا يريدون إسقاط النظام. عندما لا يريد إسقاط النظام فأكيد أي عقوبة ستكون تعكس يعني سيكون نتاجها السلبي على الشعب الإيراني. أنا أعتقد أنه النظام الإيراني والولايات المتحدة حريصة على بقاء هذا النظام في المنطقة حتى لو كان ضمن المدى القصير، لأنه هذا النظام هو الوحيد الذي أشعل الحرائق في المنطقة واستفادت منه الولايات المتحدة. ما لم تستطع الولايات المتحدة فعله قامت به إيران من إشعال حرائق في المنطقة وتمزيق المجتمعات العربية والدول التي دخلتها إيران. فأعتقد أنه إلى حد ما العقوبات الأمريكية على إيران هي استهدافا للشعب الإيراني وليس استهدافا. طيب لماذا تستهدف أمريكا الشعب ولا تستهدف النظام التي هي تشتكي أصلا منه؟ يعني أمريكا أنا لا أتعامل مع التصريحات الأمريكية والإيرانية، أنا أتعامل ما هو موجود على الأرض، أنه الإيرانيين والأمريكان هناك بينهم اتفاقهم استراتيجي وخلافهم تكتيكي. الاتفاق الاستراتيجي على تمزيق المنطقة على اشعال الحرائق في المنطقة، الخلاف التكتيكي انا اعتقد انه الولايات المتحدة تختلف مع ايران مثلا في سوريا ولكن لا تختلف معها في العراق، بدليل ان هناك كان توافقا امريكيا ايرانيا في العراق. ثانيا انه اغلب الميليشيات الايرانية قاتلت
يعني تنظيم داعش أو دافعت عن نظام بشار الأسد تحت الطيران الأمريكي والروسي. أعتقد أنه النظام الإيراني، النظام الدولي حريص على بقاء هذا النظام في على الأقل في هذه الفترة يعني في الوقت القريب أو الوقت المتوسط. هو لو كان حريصا على إزاحة النظام يكفيه فقط دعم المعارضة الإيرانية. المعارضة الإيرانية، لا يوجد بلد يمتلك معارضة كما إيران يوجد فيها معارضة، معارضة متنوعة على مستوى الشعوب، متنوعة على مستوى الأداء. هناك معارضة سياسية، هناك معارضة عسكرية، هناك معارضة مجتمعية أو بمعنى يعني جمعياتية ومجتمع مدني وإلى آخره. يعني ماذا يمكن أن يفعل دعم معارضة مشتتة في بلاد عدة لدولة اقتصادها قوي وجيشها قوي وعندها من العتاد والأسلحة والامتدادات العسكرية والسياسية والاستراتيجية مع سائر دول، مع جميع دول المنطقة؟ على العكس يا سيدي، أنه كانت عندما أرادت أن تدعم خميني سقطت نظام الشهوة وكان أقوى من نظام إيران الآن. لم يكن معارضة للشاه بقدر معارضة نظام الملايل الآن داخل إيران، واستطاعت أن تحجم دور الشاه واستطاعت أن تنزل خميني بطائرة الفرنسية. وقام معذرة، في ذلك الوقت كان هناك شخصية محورية وهي يعني الخميني، تمحور حولها الشعب الإيراني. الآن لا يوجد قيادة مركزية رمزية يتمحور حولها الإيرانيون المعارضون لهذا النظام. على الأقل أنه معارضة مجاهدي خلق، وهي معارضة فارسية عسكرية مسلحة لها أجنحة سياسية، هي جاهزة لأن تكون بديلا للنظام الإيراني. لأن نحن نعرف أن هناك أعراف ودساتير في إيران لا تسمح بغير العنصر الفارسي للحكم. حتى معارضة فارسية موجودة، وهناك معارضة شعوب لإيران، منها عربستان ومنها بلوشستان ومنها الأكراد والآخره. لكن هذا النظام الدولي حريص على بقاء هذا النظام. أما مجيء خميني مجيء هو مشروع للمنطقة لتحويل الدولة القومية وتفتيت الدولة القومية إلى الدولة الطائفية، إلى تمزيقها. نعم. وإنهاء هذه الدول من خلال إشعال الحرائق فيها. وهنا محمد، تحدث عدد من المسؤولين الإيرانيين قالوا هذه العقوبات أثبتت أن دونالد ترامب والإدارة الأمريكية هي المعزولة وليست الإيرانيين، بدليل وقوف الأوروبيين والصينيين والهنود وحتى الأتراك والصين وروسيا إلى آخره، وقوفهم ضد هذه العقوبات. إلى أي درجة ترى أن الأمريكيين هم من الآن معزولون في بموجب هذه العقوبات؟ كما ذكر الضيف الكريم، أنا في الحقيقة لا يهمني التصريحات، ولكن يهمني ما يجري على أرض الواقع. سنتكلم في المحور القادم عن الإعفاءات التي حصلت عليها هذه الدول، وعلى الرغم من أنها كانت تؤكد أنها لن تلتزم بهذه العقوبات، لكن كل الدول على الإطلاق خفضت من إنتاجها، من خفضت من مستورداتها من النفط الإيراني. يعني بعضها. صفرت 20 دولة قطعت وارداتها من النفط الإيراني، وهذه الدول الثمانية سأتكلم عن هذا يعني فيما بعد. لكن هل عزل بالفعل ترامب بموجب هذه العقوبات؟ العالم كله غير موافق على هذه العقوبات. العالم غير موافق، لكن العالم يعني مضطر للخضوع للإرادة الأمريكية. كما ذكرت في المحور الأول، أمريكا بصدد إنشاء نظام عالمي جديد يقتضي السيطرة على مختلف دول العالم وفرض نموذجها من السيطرة. لذلك نرى الصين وروسيا وأوروبا تحاول مقاومة هذا النهج الذي تسير عليه الإدارة الأمريكية، لأنه نهج يختلف عن النهج الذي سارت عليه الدول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والذي اقتضى بوجود مجلس الأمن ووجود 5 كبار يقررون للعالم ما يشاءون. الإدارة الأمريكية الآن تدير ظهرها حتى لشركائها في مجلس الأمن، وتريد فرض نموذجها الخاص على النظام العالمي الجديد. لذلك يعني ما يشاع بأن إدارة ترامب هي المعزولة يعني للاستهلاك المحلي، هذا هو للاستهلاك المحلي ولرفع المعنويات الإيرانيين. وثبت عكس هذا الأمر حين سافر حين كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جلسة الأمم المتحدة. نعم. في سبتمبر الماضي رأينا الساحة رأينا قاعة المجلس ممتلئة، لكن حين جاء الرئيس الإيراني ليلقي بخطابه رأينا المقاعد شبه فارغة. وهذا في الحقيقة هو التوصيف الواقعي لما يجري. يمكن أن تعارض الدول ظاهريا وإعلاميا سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها مضطرة عمليا للخضوع لهذه السياسة. يعني حقيقة يجب أن نعرف ماذا تريد أمريكا بالضبط من وراء هذه العقوبات. ثمة كلام كثير، نريد أن نقف بالضبط على حقيقة الهدف الأمريكي، ولكن نذهب إلى فاصل قصير قبل استئناف الحديث.
أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن تشديد العقوبات الأمريكية على إيران وتبعاتها. أذهب إلى لندن. محمد، بالرغم من اللغة التصعيدية والوعيد والتهديد، واشنطن أعفت 8 دول وهي أكبر دول تستورد النفط حقيقة، النفط الإيراني. هذه الدول تشتري 75% من النفط الإيراني، هذا ما أوردته وكالة رويترز طبعا بناء على بيانات تجارية حصلت عليها. السؤال، ماذا تفهم من هذه الإعفاءات حقيقة؟ 75% من الصادرات النفط الإيراني الآن مؤمنة. هناك 3 أسباب لهذه الإعفاءات. السبب الأول يتعلق بالطلب للسوق، في السوق النفط، في الأسواق النفطية. والإعفاءات ستنتهي بعد 6 أشهر، أي في الفصل الذي سينخفض الطلب على النفط في الأسواق. و الولايات المتحدة خلال هذه الفترة ما استطاعت أن توفر أو تجبر الكميات اللازمة أو الكميات التي توفرها إيران حتى تقطع النفط بشكل 100%. وثانيا، المتنفع من هذه الإعفاءات في الهند وكوريا الجنوبية واليابان هي الشركات الأمريكية، الشركات الأمريكية التي اشترت الحصة الأكبر للمصفات التي سمح لها باستيراد النفط من إيران. وهذه الإعفاءات أو إيرادات أو منافع أو فوائد هذه الإعفاءات ستذهب، جزء منها سيذهب للشركات الأمريكية والاقتصاد الأمريكي. ثانيا، إيرادات هذه الإعفاءات ستذهب إلى حسابات يتم مراقبتها من أجل شراء النفط والغذاء والدواء أو تصدير الدواء والغذاء إلى إيران، أي هي صيغة النفط مقابل الغذاء للعراق. وفي الواقع الولايات المتحدة حاولت أن تبقي نافذة بهذا الاتجاه حتى لا ترغم بعدها توافق على هكذا صيغة بأن هناك حاجة إلى الغذاء أو بعض الأدوية في إيران. الدليل الثالث يتعلق بمنح فرصة لفترة 6 أشهر للوبي أو الجناح في النظام الإيراني الذي يريد التوافق مع الولايات المتحدة. وطبعا هذا يعني نجاح أو نجاح أي توافق مع الولايات المتحدة هو قليل جدا، بالقرب من 0%، لسبب بسيط، أن النظام الإيراني جلس واتفق مع النظام الأمريكي أو الدولة الأمريكية. يعني الاتفاق النووي كان يكفي للإدارة الأمريكية الحالية إن كانت تريد العمل مع النظام الحالي الإيراني، كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاتفاق النووي هو اتفاق إيراني أمريكي بامتياز ونحن صادقنا عليه. والآن التساؤل، ما هو السبب الذي دفع الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاق النووي؟ السبب واضح، الولايات المتحدة تريد تغيير بنيوي في النظام الإيراني، وهذا التغيير يمر من خلال إسقاط النظام الإيراني أو تغيير النظام الإيراني. لكن الفاينانشال تايمز ذكرت في عدد البارحة أنها لا توجد أي مؤشرات على تغيير، ليس في بنية النظام الإيراني وإنما في سلوك هذا النظام. فما هي المؤشرات التي تدلك على أن الأمريكيين يريدون تغيير بنية هذا النظام؟ هذا الكلام دعاية فارغة غربية من اللوبيات المعارضة لسياسة ترامب، وليس مهما ما يقوله هؤلاء. نحن الآن نلمس الضعف الإيراني في الإقليم بشكل واضح وبدأ يتقلص، وإن لم يكن دعم البنتاغون، وزارة الدفاع الأمريكية التي هي تعتبر الجناح الضارب لنادي العولمة، نادي بيلدربيرغ أي الأوروبيين، ترامب منذ فترة منذ فترات لا أقصى إيران المشهد العراقي، لكنه هناك عراقيل طبعا في البيت الغربي يمنع ترامب من أن يصعد ضد إيران بشكل أكبر مما هو عليه الآن. لو أذنت لي، يعني أنت تتبنى رواية إسقاط النظام الإيراني من قبل الأمريكيين، لكن أريد أن أنقل لك ما قاله كاتب في صحيفة التايمز. قال إن ضمن طبعا نظام العقوبات الذي أقرته أمريكا أن هذه المشتريات من قبل الدول الثمانية ينبغي أن تذهب إلى دولة ثالثة تحصل بموجبها منها الإيرانيون على ما يسد حاجاتهم الأساسية. وقال هذا الكاتب إن هذا الأسلوب ليس أسلوب زعيم يريد إسقاط نظام دولة بالكامل.
يعني أنا قلت حضرتك هذه دعاية غربية ليست مهمة، لأنه هناك كان توافقاً اسمه التوافق النووي أو الاتفاق النووي، وكان كافياً ليكون مسرحاً للتعاون الأمريكي الإيراني كما كان خلال فترة أوباما. وهذه التصريحات، أنا هذا ليس تصريحي أنا، خامنئي قال ذلك، روحاني قال ذلك، قائد الحرس الثوري قال ذلك. سألوا روحاني عدة مرات المراسلون الغربيون لماذا لم تجلسوا مع ترامب، وقالها بالحرف الواحد: نحن نريد ضمانات صارمة قاطعة من الأمريكيين بأنهم لا يعملون ولن يعملوا على إسقاط النظام الإيراني، والولايات المتحدة تريد إسقاط النظام الإيراني، ولكن من يعارض ترامب يريد أن يفسد ويقول بأن ترامب غير صادق بهذه الموضوع. نحن لا نؤيد ترامب، الموضوع ليس تأييدا لترامب. محمد، وضحت الفكرة، معذرة على المقاطعة، لكن لدى محمد أعطيك دقيقة من فضلك، يريد أن يعلق على ما ذكرته، تفضل. في الحقيقة أنا أود أن نؤكد على هذا الموضوع، أن إدارة ترامب تسعى لتغيير سلوك النظام الإيراني، وهذا هذه الضغوط لا تقتصر فقط على محاولة إيصال صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، بل تتعداها إلى مجموعة من الإجراءات التي تؤشر بمجموعها إلى رغبة أمريكية حقيقية في تغيير هيكلية النظام الإيراني. من هذه المؤشرات زيادة حدة الصراع بين القوات الكردية الانفصالية مع القوى الأمنية الإيرانية، وهذا ما شاهدناه في الآونة الأخيرة، إضافة إلى إطلاق عدد كبير من القنوات الناطقة بالفارسية خارج إيران والتي تبث للداخل الإيراني، واستضافتها ولي العهد الإيراني السابق رضا بهلوي ومحاولة تلميع صورته لتقريبه من الشعب الإيراني. الأمر الثالث أيضا مشاركة أفراد من قريبين من الإدارة الأمريكية في المؤتمر العام لمنظمة مجاهدي خلق الذي عقد في باريس في الفترة الأخيرة. هذه الضغط ليست دليلاً على رغبة في التغيير. نعم، مجموع هذه الوسائل يؤشر إلى رغبة أمريكية حقيقية في تغيير سلوك النظام الإيراني. النظام الإيراني وليس تغيير في البنية. نعم، الآن أقول هذا، أختصر هذا الأمر، ترغب أمريكا في تغيير سلوك النظام الإيراني، لكن إذا لم يقبل النظام الإيراني بهذا التغيير بنفسه سيكون مجبرا على التغيير، وقد تتدخل أمريكا وقد تفرض وسائل أخرى. سأعود إليك للبحث في هذا الموضوع، هدف الأمريكي، لكن يبدو أن حسين السبعاوي في إسطنبول هو الوحيد المعزول في هذه القضية كلها، يعني الجميع يركز على أن هناك رغبة أمريكية في تغيير داخل بنية النظام الإيراني، لكن بعيدا عن ذلك يعني قد يكون مفهوما استثناء روسيا، استثناء الصين، استثناء الهند أو تركيا من قائمة العقوبات الأمريكية، لكن ما قد يكون ليس مفهوما هو إدخال العراق في قائمة المعفيين من التعامل مع الإيرانيين. ما دلالة إدخال العراق في هذه القائمة برأيك؟ أنا أعتقد أنه استثناء العراق من العقوبات الإيرانية أو التعامل مع إيران هو ليس في صالح العراق أبدا، وإنما هو تنفيسا لإيران، لأنه العراق ليس دولة مستوردة للنفط، العراق اعتماد الرئيسي على تصدير النفط، هذا واحد. يعني كيف العراق، هل سيستورد النفط من إيران وهو دولة مصدرة، بل هو يعتمد بالدرجة الأساسية في وارداته على النفط، هذا هو. نعم. ثانيا، لإيران هيمنة على العراق. نعم. كيف الولايات المتحدة أن تسمح للعراق بالتعامل التجاري وتستثنيه حاله أسوة بالدول الثمانية؟ هذا أمر أيضا مستغرب جدا لو كانت أمريكا جادة في العقوبات. ثلاثة، العراق ليس دولة صناعية حتى يحتاج المواد الطاقة من إيران حتى يطور صناعته، العراق الآن يستورد كل شيء حتى الخضرة يستوردها، لا توجد مصانع في العراق، لا توجد الزراعة، دمرت في العراق، ما حاجة العراق إلى إيران؟ يعني هل يمكن فهم إعفاء العراق على أنه إقرار أمريكي بخضوع العراق بالكلية لإيران، خصوصا استحالة يعني إخضاعه للعقوبة؟ نعم، أنا أعتقد العراق يحد إيران 1200 كيلومتر، عندما الدولة عندما يستثنى العراق من العقوبات الإيرانية هذا يعني أن هناك متنفسا لإيران لمراجعة أو لحل مشكلة هذا الحصار. طيب. العراق هو المتضرر من هذا وليس المستفيد، يعني حاله مختلف عن بقية الدول، يختلف عن تركيا، تركيا بحاجة للنفط الإيراني، الصين بحاجة للنفط الإيراني، لكن ما هي حاجة العراق للنفط الإيراني، وإنما حاجة إيران إلى العراق، ولهذا السبب أنه أنا أشكك في هذه العقوبات أن تحقق هدفها في تغيير النظام. طيب، أنت قلت بأن أمريكا تريد تغيير سلوك
النظام الإيراني، لو حددت ملامح هذا السلوك التي تسعى واشنطن إلى تغييره عند الإيرانيين. قبل أن أتطرق إلى هذا الأمر، فيما يتعلق بقضية إعفاء العراق، الموضوع يتعلق فقط بجزئية جزئيتين، إعفاء واردات أو صادرات الكهرباء والغاز الإيرانية للعراق، ليس كل شيء، يعني الأمر محدد في هاتين النقطتين. نعم، إضافة إلى ذلك يعني الإعفاء الذي جرى لا ينبغي التقليل يعني من شأنه، ولا ينبغي التهويل فيه في الحقيقة. هذه الدول الثمان التي حصلت على هذا الإعفاء هي خفضت وارداتها من النفط الإيرانية، وإضافة إلى ذلك بموجب الإعفاءات الحالية هي ستخفض من وارداتها من النفط الإيراني. على سبيل المثال، الصين كانت تستورد 700,000 برميل من النفط الإيراني يوميا، الآن سيسمح لها باستيراد 360,000 برميل. الهند كانت تستورد 450,000 برميل يوميا، الآن لن يسمح لها سوى باستيراد 300,000 برميل. كوريا الجنوبية، اليابان وتركيا كانت تستورد 390,000 برميل يوميا، والآن لن يسمح لها سوى باستيراد 130,000 برميل. يعني هذه العقوبات جدية في الحقيقة. الإعفاءات ليست إعفاءات مفتوحة، وفترتها هي محددة، لذلك يعني ينبغي 6 أشهر قابلة للتجديد. لكن لو أذنت لي، يعني لو حدثتنا عن السلوك الذي تريد واشنطن تغييره لدى الإيرانيين، ما ملامح هذا السلوك؟ أمريكا لا تريد للنظام الإيراني دعم الميليشيات الموجودة في العراق وفي سوريا. أعتقد أنها كانت تريد هذا الأمر إلى مدة زمنية معينة، والآن آن الأوان للانتهاء من هذا الأمر. عندما ذكرت في البداية أن أمريكا تريد لإيران أن تتحول إلى دولة عادية، أمريكا تقبل بدولة ديكتاتورية، لا مشكلة لها يعني مع الديكتاتوريات في العالم، لكنها لا تريد دولة تدعم هذه الميليشيات التي قد تؤثر على ربما مصالح. على المدى البعيد على إسرائيل، وتضر بالمصالح القومية الإيرانية. ربما لا تكون هذه الميليشيات تضر حاليا بالأمن الأمريكي، لكنها قد تضر به في المستقبل، وأمريكا تحسب حسابا إلى عدة عقود قادمة. محمد، يعني قبل أن أذهب إلى الفاصل، إلى أين ستنتهي لعبة عض الأصابع بين طهران وواشنطن هذه؟ إلى ماذا ستؤول؟ قبل الإجابة أشير إلى نقطة تتعلق بالحوار، وهي أن وزارة النفط العراقية قبل يومين أعلنت أنها أزادت إنتاج نفطها بنسبة 1,000,000 برميل أكثر من حصتها المحددة في منظمة أوبك لسد العجز النفط الإيراني أو قلة يعني حذف النفط الإيراني من الأسواق، وأعلنت أن خلال 6 أشهر القادمة ستزيد إنتاج نفطها إلى مستوى 7,000,000 برميل يوميا بتواجد وتقنيات أمريكية. نعم. هذه جزئية مهمة جدا لتحليل الوضع. طيب. بالنسبة ما يتعلق بالعراق، أما عن السؤال، نعم، مآل لعبة عد الأصابع بين الطرفين، إلى أين ستنتهي؟ إيران تراهن على عام 2020 بأن لا يفوز الرئيس الأمريكي بالانتخابات القادمة، والانتخابات المصفية الأخيرة أظهرت أن ترامب لديه شعبية كاسحة وسينجح في الانتخابات القادمة، وهو استطاع أن يسحب البساط من تحت أقدام قادة وكبار الحزب الجمهوري ويسيطر على الحزب الجمهوري بشكل مطلق، والسنتين القادمتين سيعزز سيطرته في الحزب وأيضا في المجتمع الأمريكي. فهذه اللعبة إيران لن تستطيع أن تصمد مقابل هذه العقوبات لسبب بسيط. الأمريكان لأول مرة تخلوا عن سياسة العصا والجزر ضد إيران، كانوا يرفعون العصا هم ويعطون الأوروبيون يلعبون دور الجزر لإيران. الآن الولايات المتحدة رافعة العصا ولم تعطي إيران جزر، وتريد منها تنازلات، وهذه التنازلات وفق المطالب الاثني عشر التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، 7 منها تعجيزية، إيران لن تلبيها أبدا، لأن أي تلبية لتلك المطالب 17 يعني إنهاء الجمهورية الإسلامية بيد الجمهورية الإسلامية. لا يمكن للجمهورية الإسلامية أن تلبي المطالب الأمريكية. نعم. لأنه ببساطة شديدة ذلك يعني إنهاء الجمهورية الإسلامية من الداخل. طيب، أنت ذكرت نقطة مهمة، وهي تعويل إيراني على إخفاق
دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. هذا سنبني عليه كثيرا من حديثنا في المحور الثالث، ولكن هذا فاصل أخير ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى من حلقتنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بكم من جديد إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. أذهب إلى اسطنبول. حسين، من يتابع مواقف حكومة المنطقة الخضراء في بغداد وزعماء الميليشيات الشيعية في العراق يلحظ شدة دفاع هؤلاء عن طهران في وجه أي عقوبات محتملة في الوقت الذي ساندوا هم أنفسهم فيه عقوبات مماثلة فرضت على بلادهم العراق قبل نحو 3 عقود. ربما تكون مفارقة، لكن السؤال، هل هؤلاء المسؤولون اليوم في العراق مدفوعون للدفاع عن طهران برغبتهم أم يفعلون ذلك تحت سقف الضغط الإيراني؟ أنا أعتقد هو هذا رد الجميل، أنه أغلب هؤلاء كانوا في إيران وإيران احتوتهم واحتضنتهم أيام النظام السابق، وهذا هو رد الجميل. هذا واحد. ثانيا، هناك الثقافة والأيديولوجيا التي يحملها هؤلاء تتناسب وتتطابق. طيب، يعني إذن المسؤولون جيدون، لديهم ثقافة رد الجميل، هذا جيد. هذه هو الأسباب الوحيدة اللي برأيك التي تدفعهم؟ ليست الأسباب الوحيدة، وهناك هيمنة إيرانية. لا يجرى أي مسؤول عراقي أن يعارض المصالح الإيرانية ويبقى في موقعه في الدولة. معلوم هذا جدا في العراق، أنه من يعارض السياسة الإيرانية في العراق يغادر، أو تهمة الإرهاب أو أي تهمة أخرى جاهزة عليه، تهمة الفساد، تهمة الإرهاب، إن كان من السنة فهو تهمة الإرهاب، وإن كان من المكونات الأخرى تهمة الفساد وإلى آخره. لا يجرأ مسؤولا عراقيا معارضة إيران أو معارضة السفير الإيراني في العراق. وأعتقد ما تولت إيران العراق لولا الرضا الأمريكي في هذا، وهذا ما صرح به مسؤولون إيرانيون، بأنه لولا إيران لما استطاعت الولايات المتحدة احتلال العراق، بمعنى هناك التعاون الإيراني الأمريكي في العراق، بمعنى هناك توافق أمريكي إيراني في العراق. طيب محمد، يعني المسؤولون الإيرانيون على لسان حسن روحاني قالوا إن طهران ستجد الوسائل الكفيلة بتصريف نفطها بالرغم من العقوبات، كيف يمكن أن تفعل ذلك برأيك؟ يعني ستحاول إيران جاهدة الالتفاف على هذه العقوبات وتمني نفسها بأنها صاحبة تجربة وخبرة كثيرة في هذا الأمر، لكن الحقيقة لو تمعنا في العقوبات الحالية مختلفة تماما عن العقوبات السابقة، وقد جرى فيها سد الثغرات التي كانت موجودة في العقوبات السابقة والتي كانت تتيح للنظام الإيراني الالتفاف عليها، وهذا ما صرح به المسؤولين الإيرانيون ومنهم جواد ظريف، أنه حيث قال أن الإدارة الأمريكية سدت كل طرق التنفس التي كنا نتنفس من خلالها، حتى أن نائبا في البرلمان الإيراني بعد صدور العقوبات على 700 شخصية وكيان قال أن هذه الكيانات هي التي كانت تساعدنا في الالتفاف على العقوبات السابقة، وينبغي التحقيق ومحاسبة، يعني محاسبة أمنية، كيف خرجت هذه الشخصيات والكيانات وكيف وصلت إلى الإدارة الأمريكية. الحقيقة أن إيران لا تمتلك كثيرا من الفرص أمامها للالتفاف على هذه العقوبات الحالية، لذلك نقول أن هذه العقوبات غير مسبوقة. طيب لو ذهبت إلى محمد في لندن، يعني قليل من المراقبين، بل ربما لا يوجد أحد من المراقبين يظن أو يعتقد أو يعبر عن رأيه بأن طهران قد تنحني للعاصفة الأمريكية، على الأقل في الوقت القصير، على المدى القصير. في ظل هذه المعطيات، ما خيارات طهران في مواجهة هذه العاصفة الأمريكية وسط شارع يغلي، عملة منهارة وبطالة متزايدة وتضخم في البلاد، ما خياراتها؟
يعني هؤلاء المراقبون فقط يحاولون تلميع وتهويل من إمكانية وقدرة إيران. إذا إيران ما كانت أن تنحني مقابل الولايات المتحدة، لماذا ذهبت وجلست واتفقت معها حول النووي؟ فهذه دعاية فارغة لا صحة لها. وإيران اليوم تتمنى أن ترامب يعطيها ضمانات بعدم الإطاحة بالنظام الإيراني، لذهبت لواشنطن لكن محمد وجلست مع محمد ترامب في واشنطن. أرجو المعذرة، يعني لا يوجد أحد يتوقع بأنه من هنا حتى عامين موعد الانتخابات الأمريكية المقبلة أنه سيسقط النظام الإيراني في غضون هذين العامين، وأنت قلت بأن الإيرانيين يعودون على سقوط دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. في مدة هذين العامين كيف سيتصرف الإيرانيون لإضاعة الوقت، لتمويت الوقت، وبالتالي الوصول إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية المقبلة كيف سيتصرفون؟ صديقي دعني أجيب بالإجابة من زاوية أخرى. تفضل. النظام الإيراني لا يريد الجلوس كما يدعي هؤلاء مع الأمريكان، ولا يريد أن يسجد للأمريكان، لكن هناك حقيقة لا يمكن أحد يقض الطرف عنها، وهي الاقتصاد الإيراني المتهالك. العقوبات الحالية لا تسمح للاقتصاد الإيراني يقاوم سنتين وحتى سنة واحدة. يعني هذه الدعاية دعاية فارغة لا صحة لها أصلا. يعني حتى إن افترضنا أنه النظام الملالي هو نظام قائم بالذات ويحارب الاستعمار والاستكبار كما يدعي، اقتصاد الملالي لا يسمح له أن يذهب بعيدا. لكن وزير خارجية الأمريكا مايك بومبيو قال نأمل أن نجلس مع الإيرانيين والوصول إلى اتفاق جديد، هذا ما قاله بومبيو. نعم، يأملون أن يصلوا، والإيران تلبي المطالب الاثني عشر الذي طالب بها مايك بومبيو حتى نظام الجمهورية الإسلامية يسقط. هذا يأمله، لماذا لا يأمل ويخطط له أصلا؟ وهو فرض العقوبات من أجل الإطاحة بالنظام الإيراني لإيران تقبل بتلك المطالب الاثني عشر. يعني هذه الدعاية الفارغة لصالح النظام الإيراني لا تعكس الواقع. هناك جهات غربية بعينها، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، أوروبا بشكل عام، لوبي داخل الولايات المتحدة يطبل للنظام الإيراني. هذا شيء واقع ومفروغ منه. لما تذهب نيويورك تايمز وواشنطن بوست والتايمز وفاينانشال تايمز يتحدثون عن إيران كأنهم يتحدثون عن الصين، وكأنه إيران بقوة الاقتصاد الإيراني ثالث أكبر اقتصاد في العالم يستطيع أن يقاوم العقوبات. هذا كلام فارغ لا صحة له. أنا أعطي مثال ملموس المشاهد يستطيع أن يقارن. حتى مطلع العام الحالي سعر الدولار وصل إلى 4042 ألف ريال إيراني منذ تأسيس النظام الإيراني الحديث، أي أقل من 90 عاما. خلال 9 أشهر سعر صرف الدولار في إيران وصل إلى 200 ألف، أي سقوط قيمة العملة الإيرانية خلال 9 أشهر 5 أضعاف 90 سنة الماضية. يعني في أي بلد يحصل ذلك؟ يعني لا في تركيا، لا في فنزويلا، لا في طيب. كمبوديا، يعني لا يوجد هذا. يعني طيب. هذه احصائيات لا يمكن القبض الطرف عنها. محمد، وضحت فكرتك، لكن انت قلت بان الان هناك لوبي غربي داخل الولايات المتحده الامريكيه يطبل لايران، وهنا اريد ان ابني على ما قلته واسال حسين السبعاوي في اسطنبول. يعني العراق، انت قلت بان العراق مهيمن عليه ايرانيا، هذا العراق الكبير تهيمن عليه ايران، كيف يمكن لهذا العراق المهيمن عليه إيرانيا أن يخدم طهران في المرحلة المقبلة؟ هل ثمة هامش واسع أم الحركة محدودة هنا؟ نعم، لأنه المساحة التي تحد العراق وإيران 1200 كيلومتر، مساحة كبيرة تستطيع إيران أن تستغل هذه. والهيمنة الإيرانية هي بالإرادة الأمريكية فقط، الولايات المتحدة تستطيع أن تخفف من هذه الهيمنة الإيرانية على العراق، آنذاك ستتضرر إيران أكثر في العقوبة. أنا أعتقد أنه الهيمنة الإيرانية كاملة على مفاصل الدولة العراقية. أعتقد أنه ما يجري اليوم من العقوبات الأمريكية على إيران يراد لإيران أن تعود شرطي في المنطقة مطيع، لا تتجاوز هذا الأمر. إيران بدأت دخلت النادي النووي، تريد أن تدخل النادي النووي غير مسموح لها أن تكون دولة نووية، تعود كما كانت شرطيا مطيعا لسيده. هذا هو موضع الخلاف بين الولايات المتحدة وما بين إيران، إضافة لجر كثير من العرب إلى التطبيع مع الصهيونية حتى تستطيع الولايات المتحدة أن تفرض إرادتها على الجميع.
أما هيمنة إيران، نعم إيران مهيمنة كاملة على مفاصل الدولة العراقية، ولا يجرأ مسؤول عراقي مخالفة النظام الإيراني. طيب، كل هذا بموافقة أمريكا. طيب أنا أختم معك محمد، يعني يبدو أن الإيرانيين يشعرون بالخطر هذه المرة، بدليل أن عندما أراد المحافظون أو المتشددون سميهم ما شئت داخل إيران الاستفادة من هذه العقوبات والتأثير على حظوظ حسن روحاني الإصلاحي، لجمهم علي خامنئي ودعا إلى الحفاظ، إلى دعم حسن روحاني بالتالي الحفاظ على هذا الاتفاق النووي. يعني هناك جبهة داخلية متماسكة الآن. في ظل هذا التماسك الداخلي، إن صحت التسمية، كيف يمكن أن تسلك إيران وإلى أين تتجه الأمور؟ في الحقيقة أنا أود أن أختم في موضوع سلوك إيران في المنطقة وتأثير هذه العقوبات على سلوك إيران. بعض الخبراء يعتقد أنه لن يكون هناك تأثير كبير لهذه العقوبات على سلوك إيران في المنطقة، لأن التكلفة التي تدفعها إيران على زعزعة المنطقة ليست بالتكلفة الكبيرة. وإذا صحت التقارير الأمريكية أن إيران دفعت 16 مليار دولار في الست سنوات الماضية لإبقاء بشار الأسد على رأس السلطة، فهي ليست تكلفة كبيرة بالنسبة لإيران. يعني كل سنة تدفع 2.6 مليار من المليار دولار، وهي ليست بالشيء الكثير بالنسبة لإيران. أيضا يعني هذه ليس هذا فقط في سوريا، لكن هناك تحرك في العراق. نعم، وتحرك في اليمن وفي لبنان. هي تدفع أيضا باكستان، هي تدفع لحزب الله مثلا 750 مليار دولار، ويتوقع مليون دولار. نعم، 750 مليون دولار سنويا. وهذه التكلفة في الحقيقة باقتصاد، يعني بالنسبة لاقتصاد إيران التي تحصل على 25 مليار دولار في السنة القادمة بعد بدء العقوبات. يعتقد هؤلاء أن يعني سياسة إيران عندما تكون غنية تتجه نحو الهجوم، لكنها حين تتعرض لعقوبات اقتصادية هي تنكفئ للداخل، لكنها تطلق الذراع لأذرعها للعبث في المنطقة. الأمور يعني هي الأمور رهن بمواصلة العقوبات الأمريكية وزيادة حدتها وطيلة أمدها وجدية الإدارة الأمريكية بهذه العقوبات، مع التأكيد بأن الإدارة الأمريكية جادة بهذه العقوبات وتريد أن تصل بالنظام الإيراني إلى أحد خيارين: إما الخضوع للإرادة الأمريكية والقبول بالتفاوض مع الإدارة الأمريكية على مختلف الملفات، ومنها حضورها ونفوذها في المنطقة، منها الملف الصاروخي الإيراني، وهذا أمر يحتاج إلى وقت طويل، هذا الأمر، أو أنها ستتعرض لانهيار اقتصادي قد لا يكون قريبا لكنه سيكون محققا على المدى المتوسط. لا، أنا أؤكد أنه لا ينبغي الإغراق في الآمال بأن إيران ستغير سلوكها في المنطقة بين يوم وليلة، لأن تغيير السلوك الإيراني يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى جدية في هذه العقوبة. ويبقى الإجابة على هذا السؤال معلق طبعا، والإجابة عليه رهن برحم الأيام المقبلة. أشكرك شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي في الاستوديو محمد عبد المجيد الباحث في مركز الدراسات الإيرانية، ومن إسطنبول حسين السبعة المحلل السياسي، ومن لندن عبر سكايب محمد المدحجي الباحث في شؤون الشرق الأوسط. كل الشكر لكم، في أمان الله.